هذا بيت العز والكرم والأخلاق. شايف هاي الحركة اللي هاتها؟ هو أبوها وأمها وأخواتها. مش احترق أندوم؟ احترق أخواتها؟ بكل الأحوال يعني عزمي بيك بيعمل كلوش كبير ويزيد الحصص للناس اللي عم يساعد. على علمي هذا طول عمره داير عواطف. منين جاب؟ يتناول مسلسل الكندوش جوانب من علاقات دمشق الاجتماعية وروحها التاريخية في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي. الله ضامن الله جاي تقلب راسك عليه. قوم اجيني عند الطابق وروح لعنا. يبتعد هذا العمل بحسب القائمين عليه عن التوثيق التاريخي وعن النمطية في الحبكة الدرامية، معتمداً على نسيج يتكون من معطيات مكثفة أكثر خصوصية لتبرز جوهر كل شخصية من شخصيات العمل، منطلقاً من شخصية رجل غني طيب له حضوره في الحارة الشامية وقصة غرامه الصادمة من امرأة أرملة والتي تحدث تحولاً في شخصية البطل وفي سياق العمل بشكل عام. ابن عمي بدي احكي كنت معك بشغله بس ناطرتك لتروق. لا رايق خير. شو في؟ لما كنا باستقبال ام صائب شافت نادره وعجبتها كثير وقالت تخطبها لابنها. بس على علمي انه ابنها مسافر وعم يدرس ببلاد برا. مزبوط ابن عمي مزبوط، بس هي لقيتها حلوه وصغيره وخافت حدا يحكي فيها وقالت انه بس يرجع بيخطبها رسمي. هلا انا لما بقول لك النسوان بنص عقل ليش بتزعلي؟ ايه شو نادره كنبايه ولا فستان لحتى يعجزوها؟ وبحسب فريق العمل ركز مسلسل الكندوش على تصويب بعض التناولات للدراما الشاميه التي تكرست في السنوات الاخيره وكانت محل انتقاد. أهلين قسام. هذا المسلسل مأخوذ عن نص للنجم حسام تحسين بك، وتولى الإخراج المخرج سمير حسين، وهو من بطولة كل من النجوم أيمن زيدان، صباح الجزائري، أيمن رضا، شكران مرتجى، سامية الجزائري، كندا حنا، وسلاف وخرجي. وقد لقي هذا العمل الذي عرض على شاشة قناة الظفرة تفاعلاً من متابعي القناة على مواقع التواصل الاجتماعي. بس أنا ما في شيء بيني وبين حدا، كل اللي حواليه أهلي وحبايبي وناسي. بده يجي يطربق الدكان فوق راسك. يظهر شيء بالحرام عمل له هالعملة. أخرب بيتهم شو كتراني من هذا الحرام. أنا مسير بخدمة الطيبين والحلوين. على هو ما فهمت، لو ما أبحثن كان هب البيت كله وكانت لحيته الحارة. أعوذ بالله، معناتها شغلة مقصودة ولازم نعرف من اللي عملها. بعمل معروف، نحن هون بهالقهوة نستقبل الناس اللي على كيفنا. لنكون نسيانين حدا ما درنا بالنا عليه